السلام عليكم عزيزي المشاهد الكريم. الآن سوف نقوم برحلة جميلة إلى قصر الباهية، وهي من القصور القديمة والمعروفة في مراكش. هذا هو أحد قصر الباهية، وهذا كلام جميل يكتب عن قصر الباهية. ولكن قد ما بتسكت عليه المياه. هذه معلومات عن قصر الباهية. كلام جميل. أنا الباهية كما يدل على ذلك اسمي، أضم أحد أرحب قصور المدينة العتيقة التي في ساحة قرابة هكتارين. وأنا من عمل الصدر عبد القاندك أحمد بن موسى الملقب بحماد، وأبيه الحاج موسى بن مبارك البخاري. طبعا هناك عمليات صيانة وترميم لهذا القصر. معلومات جميلة.
make second floor, it's really one floor, and there is many of them, like many riads all together connected to each one by one. Normally, if you go into the meeting, it's not one floor, it's only second floor. Why there is the floor? Always the first place we use a camera reception, like the guest who coming to visit you, and second floor we use it, of course, for like leaving the place where you're going. شعور جميل جميل جدا. روح الماضي. جميل جدا. طبعا هناك كتابات جميلة وبخطوط مختلفة. على سبيل المثال هنا مكتوبة بركة محمد. جميل، كل قطعة منها لها ملمس تاريخي. طبعا هناك أماكن جدا جميلة ومنقوشة ومزغرفة وكتابات رائعة، منها أدعية ومنها آيات قرآنية، والقصر كبير. انظروا إلى هذا المنظر الجميل، هذا اللون الأزرق والأبيض. وما زال هناك أيضا عمليات صيانة وترميم. انظر إلى هذه الحديقة الجميلة.
العافية الباقية، العافية الباقية، العافية الباقية، العافية الباقية. هنا مكتوب الله الشكر النعمة، واشكر الله على النعمة. Thank you.